الوريد يقول مثل ما انفاس كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على واحد المثل مغربي شعبي قح اللي هو ضربه بدمه ولا كلمه الا بغيتوا تعرفوا نص المثل الاخر يلاه معنا نعطيك واحد نص مثل مغربي شعبي قح عندك مع الامثله بعدا بكل تواضع وتكملين النص الاخر هي مرحبا ضربه بدمه ولا كلمه سما تبغي شي واحد دابا يضربك كيفرش خاكم ما يقولش شي كلمه تبقى تحك الدك فك فعلا انا ضربك غادي تبراي ولكن كلمه كتبقى كتبقى تحك الدك فك واخا الحياه تبقى بكل تواضع كل تواضع دابا يجي شي واحد يضربك وما يقولش شي كلمه لا ضربني بلا سبب لا 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 لا, لا كان شي سبب ود... اما احسن امي اللي من حقها تضربني بوحده بوحده بكل تواضع بكل تواضع تحيه بغيت نعطيك واحد نص مثال شعبي قح وتكمل لي النص الاخر ضربك بدمك كلمه بسمة اه تفضل شي واحد يضربك يفرشخك وما يقولش لك شي كلمه اللي تبقى تحك الدك لك في قلبك صح فري فري ما عمر شي واحد شي نهار انا قال لك شي كلمه وبقيتي صح كاينين كلمات هما كلمات او فراس كتعاود بهم كلمات متقاطعه ولا لا متراجمه متراجمه بكل تواضع وقول لينا دابا تبغي شي واحد انه يضربك تيسير الدم ولا انه يقول لك شي كلمه وتبقى تحك الدك فك هي راه كتجي واحد الا ضربك كتبرد ولكن الا بقات لك الكل الا لاح عليك شي كلمه مسمومه كتبقى لك في القلب بكل تواضع بكل تواضع اخ عندك مع الامثله الشعبيه اه عندي مع الامثله الشعبيه نعطيك واحد نص مثال بكل تواضع وتكمل النص الاخر مرحبا ضربه بدمها ولا كلمه بسمها اه تبغي شي واحد انه يضربك تيسير الدم وتبغي شي واحد اللي يقول لك شي كلمه تبقى تحك وتدك فك لا ماشي مشكله يجيني فاس كما كنقولوا ويضربني ماشي مشكل يضربني ونضرب وعم يقول شي كلمه اللي مقازه في قلبي وصافي هذا هو الراي ديالي هذا هو الراي ديالي بكل تواضع بكل تواضع دابا شي واحد يجي يضربك وما يقولش لك شي كلمه تبقى تحك وتدك فك ويضربني انا غنضرب وهادي حاجه باينه ما يقولش شي كلمه اللي غضرني وصافي ترجع لي الضربه ديالو ونرجع لي مضوبله المهم ما يقولش لك شي كلمه ما يقولش لي شي كلمه اللي فهمتي اللي غنبقى شاده مثلا في القلب ديالي ولا شي حاجه ولا غنبقى نفكر فيها ولا زعما غديموناليزيني صافي هادشي اللي كاين واش كتعني اش كيعني هذا المثال هذا كيعني زعما بانك داك الانسان مثلا اش غنقول لك تجي فاس كما كنقولوا تجي تقول لي جي ضربو وما تقولش زعما وما تقولش شي كلمه باش يبقى فيه الحال ويبقى يتغدد ماشي اللي غيبقى فيه الحال زعما غادي يبقى يفكر فيها بزاف غتلعب لي شويه على المورال ديالو بكل تواضع بكل تواضع عندك مع الامثله الشعبيه شويه غنعطيك واحد نص مثال وتكمل لي النص الاخر ضربه بدمها ولا كلمه بسمها اه تبغي شي واحد تيضربك يفرشخك يسيل لك الدم ما يقولش شي كلمه يبقى فيك يقول لك شي كلمه اللي تضرك في خاطرك ما يقولهاش هذيك هي اللي خايبه غيضربك يضربك ماشي مشكل يعني مع المده راه كيتنسى داك الشيء ولكن الكلام كيبقى مراسخ في القلب دابا مع المده كتنسى الضربه كتمشي كاع تخيط بيطادين ولعيبات كتنسى ولكن ديك الكلمه ما كتنساهاش لا ما تنساهاش كتبقى تحك الدك فك ابدا بكل تواضع بكل تواضع كاين شي بريوا كل شيء موجود بغينا نكتبوا واحد الرساله مرحبا ولكن فيها واحد المثال مرحبا نعطوك النص ديالو وتكمل فيها حتى النص اي وعلاش لا ضربه بدمها ولا كلمه بهمها بسمع بسمع كما كيقول مرحبا اي هادشي اللي كيقول سمي دابا شي واحد يفرشخك وما يقولش لك شي كلمه تبقى تحك الدك فك لا يعطيني قتله كاع قتله ديال العصا وغادا تفوت ولكن باش غادي يبقى يقول لي واحد الكلمه اللي كتبقى تهبش في القلب ما تنسى هي كيعطيو ليها واحد الدليل كيعطيو ليها واحد الدليل كيقول لي الا تخاصمتي مع اخوك دير بحساب الصلح ما تقولش واحد الكلمه اللي تبقى كتضر في القلب سواء كان خوك ولا ولادك وهادي ديما دير بحساب الصلح والصلح خير بكل تواضع ايوا وبكل احترامات لطول الموند من طنجة للقويرة وداخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن تحياتي لك تحياتي احتراماتي وبالاخص الجنود